يتصاعد الصراع المكوناتي في كركوك حتى بات الوضع ينذر بفتنة تهدد أمن المحافظة في ظل ترجيحات بحرمان المدينة من الانتخابات المقبلة. تفجر الأوضاع في محافظة كركوك مجدداً على خلفية عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقراته التي غادرها منذ 6 سنوات، فالمخاوف من فتنة قد تهدد أمن المحافظة واستقرارها بدت تشيع نتيجة الصراع الداخلي والخارجي على تلك المدينة المختلف عليها جغرافيا وسياسيا. ما نراه بأن هكذا أساليب حقيقة أساليب غير واقعية، أو أن هناك خوف حقيقي من هذه الجهات التي عملت على إحداث هذه الفتنة في كركوك بعدم عودة الحزب الديمقراطي، لأنهم يتخوفون منه ومن جماهيره ومن قوته ونفوذه في انتخابات مجالس محافظات كركوك. منذ العام 2005 وكركوك لم تشهد سوى انتخابات محلية واحدة، لأنها دائما تقع ضحية الصراع والجدل بين المكونات، فالصراع الجديد قد يحرمها أيضا من انتخابات خريف القادم وفقا لمراقبين. كركوك بالنسبة للانتخابات لا تصور ستكون هناك انتخابات خلال هذا العام، الكل يستخدمها ورقة لمعرفة كم حجمه في الشارع العراقي. في حال أصرت بعض القوى على أن تكون هنالك انتخابات ستكون هنالك تقابلها تظاهرات. دعوات سياسية للحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري للوقوف على ما يجري في محافظة كركوك من أحداث قد تتطور بشكل متصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية وفقا للتوقعات. من العاصمة بغداد، فقار فاضل، الرابعة.